بالتعامل. اما اقول لك على اخت من الاخوات انا مسميها سعيد بن عامر. الاخت سعيد بن عامر ده بلاتي الزوم تمام. يجي انا مسميها ليه سعيد بن عامر؟ حاول احكي لكم حالها واقول لكم ليه انا مسميها كده. انتوا عارفين قصه سيدنا سعيد بن عامر الاول؟ مين تعرف القصه؟ قصه سيدنا سعيد بن عامر كان مع الكفار لما حصل بدر، فالكفار فبقوا يخطفوا المسلمين، ففي مجموعه من المسلمين كان منها وقع منها وقع منها مجموعه من المسلمين في الاسر. كان لسه سعيد بن عامر ما اسلمش، وبعدين شاف الصحابي وهو يعني مصلوب ويقطعوا منه على الحل وهو صاحي ويقطعوا منه: أترد أن تكون آمنا ومحمد يصاب مثل ما أصابك؟ قال: والله ما أكون آمنا ولا أهنا ومحمد صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة. ولما جه يتوفاه الله خلاص بيقتلوه، قال لهم سيبوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين ودعا: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. معاويه بن ابي سفيان ما كانش سعيد، معاويه ابو سفيان مش معاويه، ابو سفيان ذات نفسه قام جاي نزل على الارض وحاطط ايده كده اهو، قال لا عشان الدعوه تعدي من فوق ما تجيش عليا. فلما سعيد بن عامر شاف الصحابي وهو بيعمل كده بقى يحلم بيه اكتر من كذا يوم، واسلم في الاخر. كان لما اسلم وعلم سيدنا عمر بن الخطاب على الكوفه وعلى العراق، طبعا اهل العراق راحوا اشتكوه، قال ده كان بيبقى يقعد معانا في المجلس يدينا محاضره فيغمى علينا، وبيطلع لنا بعد الظهر ما ياذن، وفي يوم في الاسبوع ما بنشوفوش فيه. فقال بيغشى عليا لان انا بفتكر الصحابي لما حصل له كذا وكذا، ف الامر ده ما بقدر اسيطر عليه، وبطلع نص البتاع لاني ما عنديش خادم، فانا اللي بعجن العجين ان شاء الله، كانوا بيساعدوا زوجاتهم يعني، فانا اللي بعجن العجين مع وفي يوم في الاسبوع لان عندي ثوب واحد فبضطر استنى ان اغسله في اليوم دوت ولا لا. فانا عندي اخت من الاخوات حامله لكتاب الله كانت تعلمنا القران والقراءات، هي سعيد بن عامر. كانت تيجي وقت الامتحانات معاملة الدين معاملة، الأخمار ولا رايحة فين؟ أنا رايحة مع المكرع، رايحة مع الأخوات، جاية منين؟ جاية كذا، وتؤذي نفسها ولسانها لا يصح، وسلوكها لا يصح، رد فعلها في المشاكل لا يصح. فجت الاخت دي تيجي تعدي علينا وقت الامتحانات، مين محتاجه خمار؟ انا كنت في المدينه الجامعيه، مين محتاجه خمار؟ تيجي تاخد الخمار الخمره والحجابات تغسلهم وتجيبهم لنا عشان واحنا رايحين الامتحانات الصبح يبقى كل واحده لابسه حجابها. رقم اتنين، كانت تيجي تعدي علينا وقت المذاكره وتقول لنا ايه من ايات القران، اي ايه تقراها علينا وكده، وتقول عيشوا مع الايه دي الليله ديت وان شاء الله ربنا يفتح بيكم. جت مره هي اول من شرحت لي الاعراف، قلت لها ياه ودول موجودين يا عيني على قلبهم، لما شايفين دول وشايفين دول بيعملوا ايه؟ قالت لها ربنا يكتب عليهم في الاخر. اول من حكت لي